على حساب مهدي الزمان. ولم ترفض هنا في بداية هذا اللقاء لابد أن ندرك هي التحية والتقدير لطلبة الثانوية العامة على مستوى النجاة على مستوى فلسطين لتعدى فوق 82 للفرع العلمي وللفرع العدد 65 باقي الفرع. لذلك مليون مبروك لزميلنا الدكتور يونس ابو حصيره اكيد كما كنا ناس سيل ابو حصيره يعدل 9.7 لذلك دائما ابدا التكريم من يستحق التكريم هنا في بطوله الوفاء للشهيد حسن ابو غوش الكرويه الرياضيه لعام 2020 على كل هنا في اجازه المباراه الجميله 11/7/2020 من سيكون البطل ما بين الفريقين الشجاعيه مهدي نادي الزمالك التسجيل الشاطر السي الازرق على مين نتعامل سعر التشكيلتي الفريقين في رجاله هذه تحيات احمد سعد خلينا نحبكم على مستوى حراسه المرمى لاعب نادي الجلاء وحارسته هو واسماعيل عبده المتوجين في البطوله والصعود الى دوري الاضواء الشهره مع نادي التفاح على كل رقم 16 من اللاعبين لاعب الشجاعيه المهاجم رقم 10 فضل خميس المدافع للشجاعيه السابق لاعب ايضا الشاطئ رقم 2 سلمادي الملقب بالدبه اللاعب اللي يتب الكوره تب حيث يشاء بالطريقه الذي يشاء فيه وشحراره 6 لاعب الشجاعيه وسامعين سلام غيب عن اجاد القاد لاعب الهلال رقم 11 غيب ايضا ربحي اشتاي اللاعب خلص الرياض 12 ويحضر اليوم وسيم فرج رقم 8 المدير الفني والكابتن اسلام حلس ومساعد حسين ابو غوش على الناحيه الثانيه تشكيل الفريق لاعبي نادي الزمالك امامنا سيكون في الحراسه بكر خالدي اللاعب في حارس نادي المسلى الرياضي الى ساعه الى دوري الدرجه الثانيه على كل ان شاء الله الاولى والممتازه يا حسام الاسود في البطولات بلال نادي الشاطئ نادي الحراق رقم 22 محمد الحمام اليابن رقم 26 احمد حسن رقم 6 الله يعمر العريق كم هذه النباقه وما هذه المهاره الله يا حمامي هنا تويت هذا اللي ينسى على منزل الدكتور رقم 11 رقم 12 اخيرا برمي كيف 99 على كل ما ولم تنش الكوره الى المرمى اكيد المدير الفني الكابتن الكوتش لرابطة يا مهدي نادي الزمالك في فلسطين دخلها محمد ابو هاشم ودعوات ماهر حميد اكيد رئيس مجلس ادارة الرابطة بالتوفيق للزمالك على كل يا سلام الحمام الكعبة يسمع ولكن تصويتك يا بالخير تفتك مش معقول كادت بضعة امتار ولكن معها الحارس المغوار فادي الشام على كل اكيد الحكم الاول هو الكابتن عمر ارشد الحسن والحكم الثاني سامي حسنات ابلوي من يدير هذا اللقاء بكل امتياز هذه المباراه اكيد والبطوله برعايه محلات حسين الغوش للملابس الكرويه والاحذيه العالميه زرنا التجهيز ما صرتم يا سلام يا سلام يا فادي يتالق الشامي وما شاء الله عليك يا ابو عزيز الله 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 الحارس الاول وما شاء الله عليك يا عزيز على كل الهدير الكريم ممثل اكيد بالاستاذ عاطف حماده محمد رئيس نادي التفاح الرياضي وايضا الاستاذ عاطف عادل والاستاذ الحمزه حسينه الاستاذ العقيده طارق حسينه ايضا الاستاذ نشاط البطش المدير الاكاديميه دائما والناشئين والابطال وايضا الاتحاد على كل الناس الاستاذ عبد الرحيم غزال والاستاذ ابراهيم غزال والاستاذ عبد الرحمن عكيلة مسؤول ملعب التفاح المعصر على كل ايضا لا ننسى الاستاذ علي الكناني وبالاخير لا ننسى الناس الشهيد الراحل حسن اللي هو مالك حسن ابو غوش حاضر من اجل تتويج البطل من اجل تتويج البطل يا مالك فمن سيكون يا مالك أنا انطلاقا مع سيرتنا هنا ودي اسوء لقاء يلا احمد حسن احمد حسن اصور لك بعيدة بعيدة ولكن هيهات هيهات الشاهد احمد حسن وكان تسديداته رائعة وكان ما فيش محل الا الانتصار
وانا ستعود على الحمام يا محمد. يلا يا محمد انت لو كمان تعود. بلال تسديد على الصدر. هنا احمد حسن طالع لك تصويبه بابا 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 احلى من الهدف ولكن خرجت من الزاويه 90 كادي ورابع. مش معقول يا بلال المره الاولى ان خدت الكادي الثانيه ترتبط ببراءتي اليد اليسرى الثالثه اخرجها من يمين او اقصى اليمين يا حواميد. ثم الرابعه كانت في القائم الايسر لفادي عزيز. مش معقول اربع تسديدات رائعات وكل واحده ثانيه ويا ترى من ستكون المثاليه. هنا تعود يا بكر حجر هنا بابا بابا سمراء هنا انطلاقه فتيجه الاول مش معقول مش معقول يا يابا ايش الطيه يا يابا. هنا الكره ستعود كمان انا وسيم حجاري حجاري من التلفي في اي شيء فالاكيد الحكم موجود سيسقط لا يوجد اي شيء على كل الانطلاقه ما زالت الكره ستعود لديها موجود اتحدى تماما عن الكرات ولكن ليست بعيده ليست بعيده يا فادي. خمس تصديات رائعات ليلى فادي كان شاهدنا اهداف اكثر اكثر. حجاري يلا يلا عمر هي هي يا عمر عليا فكر يا سامي هنا ستعود حجاري خطيره خطيره هي عمر يا كلام ليست بعد يا عمر ليست بعد. الهدف يفتح والهدف شايل والهدف خريف حجاري يا فادي صراحه قلت لك من كرام ولا جد الازهر المبيعه تتوقع اجواء اللقاء مش هتوقع نتيجه النتيجه ممكن تكون عريضه با 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 ست كرات ولا تريد الكره ان تدخل الشباك ست كرات يا بلال اثنتين من بلال اثنتين حمام اليابان واحده من احمد حسن والاخرى ليست بعيده منك يا بلخير. اسمعني انا اديت احصائيات ارقام وما زلنا نحكي الشاطئ او مهبين الزمالك الاستحواذ ما زال يرجح لصالحهم لكن ما فيش استحواذ ما فيش استحواذ بتحقق اهداف تسويقه ولكن رائع فضل هنا يا فضل يلا عمر لحظه اثنين ثم الان اثنين على هذا مش معقول فات ربما تطلق طريقها في كل حلية في كل حلية ثلاثة هي تيجا هي تيجا لا لا مش معقول مش معقول يا عمر السابعة كورة مش معقول مش معقول صراحة سبع كورات ولا واحدة في المرمى كاد الوصيب السمانة تكسرة ولكن إذا تصرف تسمع تهاجم حجر يا عمر هنا يلا هل يمر عمر العريف عمر خميس في الاخير الكره الجانبيه بالامس كنا مع عمر والاحتفال بشقيقه هو شهيد المناسبه هناك في ملعب الشجاعيه هل نحتفل فيه؟ عمر يضيع هو الكرات واخترع الشجاعيه صراحه من اداء حجر لا فاد الشامي ثمان كرات خطيرة والله لو حارس آخر كنا نكون ممكن أهداف أكثر وأكثر لكن ياسر موجود هذه فادي القنيطة عمال يتحدث مع أبو الحسن يقول هناك خطأ في جيم التردد هنا الثقة من الحسن هنا الثقة من أبو الحسن وأبو الحسن هو مبدع الثقة والاحترام هنا ستعود يلا يا بن اليابان عم يحاول لكن التقطع لا 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 لا
فكر الخط يا ابو عامر مش معقول مش معقول. شفت المعطاء انفراد منتصف الملعب ثم وضعها على مين الحارس سكت الحارس على الزاوية وضعها على مين يتدخل وتعانق الشباك من ثاني كرة للشجعان سبع كرات بالشاطئ وليس مالك لم يستغل اي كرة سوى اربع ضربات في القائم الايمن والايسر ثم ثلاثة تألق فيهم ولفيا يقبل احمد حسن ستعيد هدف عمر عريف الدقيقة السابعة من أجهزة اللقاء الرائع يا فادي هنا ممكن الفراد حذاري حذاري يا فلان المجار حذاري ممكن ولكن ليس بعد هنا سيد يلا الفراد يلا يا بني يلا يا بني يلا يا بني قطع له يا هاد قطع يا هاد حرام عليك حرام عليك قطع له يا هاد سيد هنا يلا عمر اللي ضيع يا شباب يقبل هكذا هي عقاب كرة القدم حتى على محمود أبو الخير حتى على أبو الخير نوبة سريعة ركنية النظمة ركنية سكنت في لاعب سنة في مرة هي دخلت الشباك في المرة الثانية ونجحت في المرة الأولى هناك سبع اختبارات كانت على مدى الشوط الاول حتى الدقيقه العاشره للكابتن تادي وتالق في سبعه ولم يخطف في اي واحد ما شاء الله خمسه ثواني العزيز ما يسمع النبي دائما سمع الحبيب قلبك رفيق الى الكره ستعود بعد ما شاهد الهدف يا عمر العريف الدقيقه السابعه مع جواب الاتحاد اعتقد سبعه رقم سبعه رقم صعب على مستوى اللاعبين كريستيانو رونالدو وستيفاني بوسكاس وفيل ديون حكمنا نتيجة معلم حدث عن أسماء كبيرة وعديدة وراموس وشيكا من يسد أمير الجوزرية خلق وشيكا أي استحق هنا حذاري كريستيانو ولكن ليس بعد بلال أمنا إلا بلال بلال أمنا اليدر أربعة على ثلاثة هل الأربعة تفوق أم الثلاثة ولا الثلاثة تفوق على الأربعة الثلاثة هنا هنا مرتدة مرتدة هنا خطيرة ممكن خطيرة خطيرة ولكن مش مقبولة زي اللاعب زي اللاعب زي التذكيرين هدف ترفل في خط انتحار برشلونة في كأس الملك لإسبانيا لا 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 مش مقبولة والله القائد العارفة أكيد بتنيت عنك يا فادي كمان اختبارات القوام العارضة خمس مرات وثلاثة نجح في اختباره في الاختبار هل انجح في الاختبار هل انجح في الامتحان هنا التسجيل تعالوا سيما نسيم نسيم شكرا لكم ايها الاحبه الكرام
الاخر من اهداف المباراه الاولى برصيد الفول بشرطين عملوا السنه الجايه خلص الفول خلص بطريقه بثلاثه ثلاثه وبالفعل هو ثلاثه اثنين يا تريكه ثلاثه اثنين يا سوره ثلاثه اثنين يا مرسيكو ممكن ثلاثه 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 ولكن ليس فاز ليس فاز خلاص صعب اليوم التفاهم بالنتيجه حتى على مستوانا على مستوى الجميع بعد تسجيل ابو الفور ثلاثه اثنين يا خير ثلاثه اثنين رشاق الطير ثلاثه اثنين يا شيخ من المسجدين سمعتوه كيف تشارك وفيه لكن كيف تشارك وفيه وفيه يا غزاوية حفاري ممكن 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 يا استاذ لو استطعت يا وسيم وسيم بدنا نشوف يا هيك قول انت يعني جاي هنا تصور انت بعرف الله وين نفسك والله وانا شايف انا قاعدين نحكي معاه انت صور شكلكم كل شيء يطلع جد والله حظ الله ما انا شايف طلع بدي اشكركم قاعد بقول لك بزوز واقف مين احسن الاخضر ولا الازرق والله التنين كويسين بس الازرق الازرق ماسك ماسك كور بس بس يا زلمه بضيعوا كثير بقى انا مش عارف اتحرك لو مضت حالي عبد حكي لي حكى لي شيء ولا مين كلمك انت مين كلمك على التصوير حسين ولا عبد عبد الله بس انا من زمان
أنا من زمان ما شفته، فهو تصاب آخر فترة. بس اسمع لعيبة اليوم نحيس والله. بكر بكر مصيبة. أنا بكر لعبت معه، يلا لعبت معه لعبه موشة بكر خالد. هذا فتح في قصر جاه وشاء. بس لعيب والله بكر. شرق يا عمر عن هرق. ارجع ضيع وخيتي يا عمي قديش ضيع. تعرف ليش؟ بلع الزرق بلعب اربعة ضد ثلاثة. عمر مش عارف لو اني لاعب بتسكر ورا.
ايوه ايه حبك وحبك والله انا ما شفتها صورت والله ستة انت راسها بكيه كلهم لبس شرموطه مع بهمك ستة ثلاثة هاي ستة أربعة نحن بحط هذا مول هانكو نحن بحط هذا مول شعب ركب بسرعة مشوارة ستة طانوت هنا تدخل هنا تنس هنا تدخل هنا تريد هنا لا تريد هنا ستة كابتن سامي بطير قبل ايام السبعينات جمال الصلاه واعطيها سمانه دياسر كماله دياسر اسماعيل ميل زعيم النصر اسماعيل ابي ياسين ارجع عمر ارجع صح طلع عمر لما جاب الكيف خلت كثير دربالك والله كويس انه قال له انا دربالك داخل على الموت مش ضايق ده كله يسكت ده وش مش ضايق يا عمار حطاش حطاش معي مسخرة يا عمار معي مسخرة يا عمار مشاكل كل الارض بتنزل السلام عليكم هاي تعادل رجع فكر ما ايش الوقت بك رجله سم سم رجله ثلاثة غاد نيلة تعرف ليش؟ شنو فاهمين بعض؟ حافظين حافظين مش حافظين مش فاهمين هذول ايوة وسيمي بطلع يا زلمه صور يا عمر صور طب قول كده قدام الفيد وقف لا لا
ثلاثة.